كل الناس. إن شاء الله هالعيد يكون هيك حلو وحاملنا معه السلام، وإن شاء الله بتتحقق أمنيات كل الناس. مبسوطة كتير أكيد أنه عم خني مع الناس على العيد، ويعني دبي دايما عودتنا أنه تكون مهرجاناتها كلها كبيرة وحلوة. حلقتك مع أوبرا بتطلع ب 28 سبتمبر، رح تنعرض بأمريكا، وبعدنا بتخدى الـ NBC4 مثل العادة. يعني بلشت حضر للألبوم الجديد، عم بسمع أغاني، صرت حتى صوتي على غنية لبنانية، وبلشت اختار، وتقريبا صرت أعرف يعني أنه كونت هيك فكرة عن الألبوم. أكيد مش قبل سنة الجاي رح ينزل، يعني 2010 أولا تقريبا.